بتغسل المواعين؟ آه بغسل المواعين لمراتي. فيها إيه؟ ما زي ما هي بتساعدني في تربية الولاد والمذاكرة للولاد وبتعمل لي الأكل، أنا كمان لو أقدر أساعدها في المطبخ أساعدها، مش عيب خالص يا جماعة على فكرة. بس تلاقي واحد بيصور مراتك وهي بتنشر الغسيل، يا دي الفضيحة. الراجل بيعمل عمل إنساني، بيصور واحد عشان يبعت الصورة دي لخطيبته، وفجأة بتروح لف عليه الدنيا ويتضح انه ايه، بيصور واحدة بتنشر الغسيل، ينزل جوزها يعمل ايه؟ هنشوف مع بعض عمل ايه جوزها في اخر شقاه. معلش بس صوره بس في فيديو بقى، بس عايزك تجيب لي الشجر ده. بص حضرتك تجيب لي الشجر ده كده وتجيب لي كده لحد ما تجيب لي العماره كده لحد ما تلاقيني في وشك. ماشي انا اصور لك فيديو حلو. ماشي في حته حلوه، امسك كده حضرتك. ايوه لا فوق شويه فوق شويه. ايوه 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 ايه رايك حلوه الصوره؟ لا مش حلو. مش حلو؟ تعالى لي هنا. انت واقف عمال تصورني وانا في البلكونه ليه؟ انا ولا شفتك ولا اعرفك اصلا. اصورك بتاع ايه؟ ولا شفتني ولا تعرفني؟ والله ولا شفتك ولا اعرفك يا راجل. ما انت واقف عمال تصور اهو. والله ما جت عندي خالص، ده في واحد قال لي صورني عشان خطيبته اللي في الكويت عايز له صوره. واحد مين يا راجل؟ انا واقفه في البلكونه بنشر الجلابيه بتاعت الراجل، الاقيك عمال تلعب لي في حواجبك. ما جاش عندك والله، هو واحد قال لي هنا انا عايز اصور، صورني صوره عشان خطيبته. صور انا ولا اعرفك. انت مش كنت بتصور عند البلكونه دي؟ لا والله ده كان هنا عند الشجر، هو قال لي صورني. ما هي اخويا البلكونه عند الشجره. هي اخويا. لا والله ما جت عندك، والله ما جت عندك، هو قال لي صورني كده فيديو كامل عشان ايه خطيبته اللي قال لك بقى ايه؟ لفلي كده؟ لف حضرتك كده، قال لك ايه تاني بقى؟ هو بس كده ومعرفش هو راح فين. انت حرامي ولا ايه؟ لا مش حرامي، حرامي ايه؟ انت بتنمر الشقه بتاعتنا ولا ايه؟ انا ولا شفتك ولا اعرفك. لفلي كده اهي الشقه بتاعتنا ديت. ولا اعرفك ولاده في ايه؟ الحقني. انا نازل على صوتك في ايه؟ انت كمان نازل لي بالمواعين مش نظيفه يا راجل. ده في راجل بيمسك مواعين كده ايه؟ انا مالك يا اخويا؟ هو بيغسل المواعين وانا بنشر، مالك ايه؟ ايه اللي حصل؟ فاهميني؟ انا يا اخويا بقول لك ايه؟ ده جوزي وانا اللي احكي له. انا واقفه كافيه خيري شري بفرد الجلابيه بتاعتك بنشرها علشان تنشف، الاقي لك ده واقف عمال مصدر لي التليفون وقلبي رقص لي في حواجبي. يا باشا واحد هنا كان واقف قال لي صورني فيديو عشان خطيبته اللي في الكويت. فين الواحد؟ فين الواحد؟ انا وانا بعمل كده زي ما هو قال لي. انت فين ساعتها؟ كنت انت يا حبيبي في المطبخ بتغسل المواعين. هو في راجل بيغسل المواعين؟ انا راجل في بيتي اهو يا عم. يا عم بيتك مين؟ بيتك مين؟ انت تعاكس مراتي وتصورها. انا معاكس معاكستهاش. انا معاكستهاش. هو واحد قال لي هنا صورني فين ام الواحد؟ انت بتشتغل يا راجل؟ اختفى والله. انا اللي بتكلم مجنون فالمستمع عادي. والله العظيم اختفى، انا ما اعرفش هو راح فين. هو قال لي صورني وانا فعلا صورته واختفى، حتى تليفونه اهو. يعني اعمل فيك اصفيك انا؟ تليفونه اهو. اصفيك انا؟ يرضيك يا عم انت يصوروا مراتي واقفه في البلكونه؟ انا في البلكونه اللي تحتك وشايف كل حاجه. اهو الراجل بيشهد شهاده حق اهو. شهاده حق وهقولها. الراجل ده كان ماسك موبايل وفجأة لقيته بيصور المدام بتاعك. اهو انت كده راجل كداب. من عندي كده راجل كداب. بتصورني ليه يا اخويا؟ والله تعرفني؟ تعرفني؟ ها خد يا راجل هنا. لو سمحت والنبي لو سمحت خطيبتي بس في الكويت، عايز اخد لها صورة حلوة كده. ممكن صورة بس؟ بص انا زبطت. ايوه ممكن بقى واحده فيديو بس كمان، عايز ابلغها بس الشجر وان انا واقف في حته نظيفه كده بس في الكويت حضرتك. بص بقى حضرتك هتجيبها من الشجر كده والبيت عشان ابلغ في حته كويسه. ارفع ايدك فوق فوق. ايوه ايوه لا ايوه كده فوق. ايوه وتاخد بقى من على الشمال كده. ايوه حلوه اللقطه يا اخويا. حلوه اللقطه. لقطه ايه يا ست؟ لقطة ايه اللي انت بتاخدها يا اخويا؟ انا بصور واحد كان واقف هنا دلوقتي. فين يا اخويا الواحد اللي كان واقف؟ انا واقفه في البلكونه بنشر، الاقيك مصدر لي التليفون وبترقص لي في حواجبك. حواجبي مين يا ست؟ وفي واحد قال لي صور لي عشان ابعتها لخطيبتي في الكويت. واحد مين يا اخويا؟ معرفوش. انت بتشتغلني ولا ايه؟ هو واحد كان واقف. يا لهوي
ايه يا ستي؟ الراجل بيتحرش بيا واقف في الشارع وانا واقفه في البلكونه. تحرش انت مين؟ انت مين انت؟ ايه يا محمد؟ الحق يا ابو شيماء. في ايه يا راجل؟ ايه اللي منزلك بالمريله بتاعتي؟ فين مريالتك؟ الواد خده وراح المدرسه. راح المدرسه ونزل لي بالمواعين وسخه. طب انا نازل على صوتك. مواعين ايه ولا بتاع ايه يا ست انت؟ ما انت مالك؟ انا وجوزي بنتفاهم مع بعضينا. انا يا اخويا واقفه لا بيا ولا عليا بنشر الجلابيه بتاعتك عشان تنشف. وما الاقيه مصدر لي التليفون. يا ست التليفون بتاعي ده بتاع واحد هنا بصوره. تعالى هنا كده احكي لجوزي. دي يا اخويا دي واحده. اقول لك واحد كان واقف هنا دلوقتي والتليفون ده بتاعه مش بتاعي انا. مش بتاعك كمان؟ اه. ايه يا عم في ايه؟ ايه اللي في ايه ده؟ انت راجل بيجح واقف بتصور مراته عاوز يعمل لك ايه يعني؟ يا ست تصور مراته. انت رحت الجارة وتعمل كده؟ يا عم انا اعرفها ولا اعرفك؟ هي هتكذب؟ انا عشان انا تكذب. اه انا مراتي ما تكذبش. انا ما اعرفهاش ولا اعرفها. تصور مراتي ليه وتنزلها على الموقع بقى؟ انا اعرفك وتنزل تنزلها. انا اعرفك. انا ما تعرفنيش بتصورني ليه؟ اكيد تاني شغل الشجر عشان ابعته الكويت. الشجر في شجر بيتصور. في شجر بيتصور. يا عم في ايه يا عم؟ انا هنا. ده انت لسه في الساعتين. انت بتنمر البلكونه بتاعتنا. انت حرامي. البلكونه دي حرامي. انت حرامي. اوعى تسيب الكاسه عشان ما ماذا ايه؟ اوعي ايدك. انا سبتهولك يا ابو شيماء. لما كنت تبقى راجل كبير كده تقف تصور واحد قد بنتك. يا عم واحد قال صورني هنا. مين فين الواحد ده؟ كان هنا ما اعرفش راح فين. يا راجل ما تكذبش. ايه تليفونه؟ فين تليفونه ده؟ يا عم اوعى بس. فين تليفونه ده؟ انت بترمي الوصفه بتاعتي. خد يا راجل. صورني صورة بس لخطيبتي في الكويت. بس صورة حلوة بس انا ظبطهولك. ممكن بقى واحدة فيديو؟ فيديو؟ اه بس هي في الكويت بقى. بس انا عايزك تجيب لي بقى الشجر وبنى انا في حتة شيك وكده بقى يعني كده انت عارف شباب. بص بقى حضرتك بس انا عايزك تجيب لي الشجر من فوق كده وتمشي واحدة 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 لحد ما تلاقيني في وشك. ماشي؟ اتفضل بقى حضرتك. ايوه اطلع فوق شوية شوية. ايوه كده. ايوه يا اختي كتاكيتو بني. اسم الله يا اختي الحلاوه اللي انت فيها دي. واقف بتجيبني من البلكونه ورافع لي النضاره عشان ترقص لي حواجبك. عمي ده ست العرافك اصلا. انت ما تعرفنيش بتصورني ليه؟ صور ايه ده؟ في واحد هنا بيقول لي صورني. واحد واحد هنا بيقول لي ده تليفون مين؟ واحد كان بيقول لي صورني دلوقتي. وانت بقى بتصورني انا ليه؟ انت تصوره هو بتصورني. ما انت ما تعرفنيش بتصور. يا لا وانت بتصورني ليه؟ ما قلتش كده. ايه يعني؟ ايه ما صورتش يا راجل؟ ايه في ايه؟ الحقني يا ابو شيماء. ايه يا ابو شيماء؟ يا ستي صلي على النبي. في ايه يا عم؟ استنى ما اشوف الراجل. ايه ده؟ انت مش غسلني يا عم؟ انت لازم تغسل الحيله. انت كمان في ايه؟ انت مالك؟ هو بيصبن المواعين وانا بنشر. ايه اللي حصل؟ فهميني. بنشر يا اخويا الجلابيه. يا عم انا كنت بصور واحد دلوقتي. في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ بنشر الجلابيه اقوم الاقيه هو مصدر لي التليفون وقال عمال يرقص لي في حواجبه عشان اضحك ويصورني. يعني بتستغل ان انا بغسل المواعين وتصور مراتي؟ حبيبي انا كنت واحد دلوقتي بصوره. في ايه؟ انت صيع بقى. حواجب ايه يا اخي؟ يعني انا فعلا نضاره فوق حواجبك عشان تبان. شويه ايه ولا صيع ايه يا اخي؟ انت بتستعبد يلا. انت حرامي. بتستعبد يلا. انت حرامي. انت بتدمر الشقه بتاعتنا. انت مستحي نفسك ولا ايه؟ انت مصور مراتي يا عم. جامدة حبيبي يا محفلك. ايه رايك الصورة حلوة؟ صورة ايه يا ست انت؟ صورة ايه؟ الصورة اللي بتصورها يا اخويا اللي عمال تبربش لي فيها يا اخويا. انا ما بربش، انا اصلا ما بشوفش خالص. يا لا اله الا الله. اما رسول الله. اسم الله. خضتني. انت واقف بتعكسني يا راجل وانا واقفة بنشر الجلابية بتاعت جوزي. عكسك ايه يا ولية انت؟ انا شغال في المساحة. شغال في المساحة؟ يا خفيف الظل يا اخويا. الظل دمك خفيف بالمعلم اللي انت معلم بالطول ليه يا راجل؟ يا لا انا هجيب لك اللي يربيك يا خراب. ايه حقني يا ابو شيماء. ايه يا ابو شيماء؟ واقف يا اخويا بنشر جلابيتك الاقي المحفلط في نفسه دوت واقف عمال يعمل لي كده ويبربشني بيعكسني. ما حصلش والله. اسم الله. والله ما
حسن وده مين ده؟ انت مين؟ انا جوزها يا عم. وايه المفتة انت بس ليه؟ جوزها مالك انت مالك ومال المفتة؟ انت هتتريق على جوزي؟ ابو شيماء اللي نزلك بالمريالة بتاعتي اهو اتريق علينا الراجل اللي نعرفه. ايه طيب انا ما لقيتش المريالة بتاعتي، الواد خدها وراح المدرسة. وبعدين نازل لك مش مضاف يا ابو شيماء. يا قلبي يا روح قلبي ما لقيتش صابون يكفي، فقلت انزل اشتري صابون بالمرة. هو في ايه؟ وانت شو اللي موعين تاخر؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ هو بيغسل وانا بنشر، انت هتتدخل في حياتنا ليه؟ ايه العيال المجانين ده؟ انت مجانين ولا ايه؟ انت مجانين ولا ايه؟ انت بتضربني، ارفع ايدك بقى فوق شويه. ايوه لا لا ايوه كده ايوه ايوه. انا طالعه حلوه في الصوره؟ مين انا اللي واقف بتصورها يا اخويا؟ اكنك اتخضيت؟ امال واقف قدام البلكونه بتاعتي بتصورني وانا بنشر الجلابيه ليه؟ بلكونه ايه وبتاع ايه؟ عشان اعرف اتكلم معاك، ده انت ليلتك سودا معايا النهارده. بلكونه ايه وبتاع ايه؟ البلكونه اللي واقف مصدر عليها يا اخويا، انا هجيب لك الراجل بتاعي. يا لا يا مستني يا ابو شيماء. ايه يا ابو شيماء؟ الحقني يا ابو شيماء. ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ الراجل يا اخويا واقفه بنشر الجلابيه بتاعتك، الاقيه ايه مصدر التليفون وقال ايه مستدخلني نفسه وعمال بيصورني. يا اخي صمك في البلكونه. ايه يا عم؟ 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 بس على فكرة اللي اتضرب ده ما استسلمش، كان معاه كل أدوات الحرب من حلل ومصافي وطباق، قدر يدافع بيها عن نفسه وعن مراته اللي كانت بتنشر الغسيل. بس في الآخر بقى يا ترى لما طلع البيت حصل له إيه؟ ده احنا شفنا مع بعضينا حصل له إيه في آخر شقاوه.